بالنسبه انت بتتكلم عن شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي الكبيره، النادي الاهلي دايما لما بيعلن عن اختبارات قطاع الناشئين في بدايه الموسم بيتقدم اعداد كبيره جدا بالالاف، كل ولد صغير حلمه انه يلبس تيشرت النادي الاهلي. رؤيه مستر بروكش بقى المستقبليه ازاي ممكن يعني نستغل الاختبارات دي عشان انتقاء المواهب عشان تنضم للنادي الاهلي؟ طبعا اهم حاجه نحط المقاييس للاختيار اللي بنختار على اساسها اللعيبه اللي تنضم لقطاع الناشئين، بس مش كل اللعيبه اللي بتقدم الاختبار ينفع تخش تدخل قطاع الناشئين. فاهم حاجه لازم نحط المعايير الاساسيه لاختيار اللعيبه دي، وطبعا القرار لازم يكون صحيح بالنسبه للعيبه مين هيطلع قطاع الناشئين من خلال اختبارات النادي الاهلي.